السلام عليكم. محمد سنوني، سكن حومة صدام بني وريا غير الجوج، كنبيع ونشري في الحوايج، عندي محل ديال الحوايج، كنبيع ونشري في بيان، كنعمل كوكا وكنبيع جملة وكنبيع بالتسقيط في الكاروسة. الأخ ديالي مصطفى السنوني ملقب في الحومة بالغربة، تعرض بحال اللي نقول لك لعملية نصب في واحد السلسلة ديال النقرة اللي كانت هي السبب في هذا الشجار اللي وقع بين مصطفى وهذا السيد هذا اللي تضرب في وجهه. خاي مصطفى باع لنا هذا السيد هذا السلسلة وتفاهم معاها على النهار فوقاش عيطها الفلوس. ملي جا ديك النهار اللي عيطها الفلوس فيها، جا عندو مصطفى، جا عندك السيد هذوك، قال له عطيني الفلوس ديالي اللي تفاهمنا انا وياك عليهم. ديك السيد قال له انا السلسلة ضاعت لي وما عنديش الفلوس، ما خلصك شي. مصطفى قال له ماشي مشكل، الدنيا هانية. من بعد ديك السيد هذاك وقع له واحد الشجار مع واحد الشخص اخر، فهمتي؟ ملي وقع له ديك الشجار جبد واحد الموس من الجيم ديالو من نوع الشواشة، وخرجت مع ديك السلسلة وطاحت في الأرض. الأخ ديالي مصطفى اللي شاف ديك السلسلة، والخاو ديالي مريطنا في ثاني ملي شافها يعني تنرفا وتعقدوا، هادي بغا يهز ديك السلسلة هاديك. جا ديك الشخص هاديك دفعوا بواحد الدفعة وعصبوه مرة. واخا هاد النقطة هادي ديال خوك مريض نفسي، هذا شو على المرض ديالو باش نشخصوا الحالة ديالو؟ خاي مصطفى من 2019 هو كيتعالج عن طبيب نفساني، 2019 هو كيتعالج عن طبيب نفساني اكثر من 4 سنين، وانا شخصيا كنقوم بالعلاج ديالو. المشكل اللي عنده يمكن كان شي واحد عطاه كما شي حاجه خايبه، ولا شي واحد تعقد في حياته، والسبب اللي كان عنده هي الدخله الاولانيه اللي دخلنا الحبس هباء منثورا. نعم، دخل الاولانيه للحبس بتهمة عاوتاني الضرب والجرح والكريساج، ولكن هادشي هذا ما منو حتى شي حاجه وما كان عامل حتى شي حاجه. اخي مصطفى، ملي التهمه هذه الاولانيه كان مثلا عيماشي في الطريق، جاو هزوا المخزن وداوه للكوميساريه. كان شي واحد شكابه. اخي مصطفى كان ديك الايام ماشي في الطريق ديال المحطه، جاو هزوه. ما كيكريزي ما والو، عمرو كرازا وخدام على راسو. شي واحد شراها له. القضيه ديال السلسله فاش طاحت السلسله، شنو وقع؟ ملي طاحت السلسله مصطفى مشى يهزا ديك الشخص هذاك، دفعوا بواحد الدفعه. ملي دفعوا تعصب وناض مصطفى، فهمتي؟ ومشى جاب، كان عنده شي شفره بطاطا قشر بها شي تفاحه ولا شي حاجه من ديك اللي كيستعملوها الناس في العراسات، ديك الشفره بطاطا مشى جابها ودخل معاه في العيره. كيبقى كيدابس مع ديك السيد، بقاو كيشيروا على بعضيتهم بحال هيدا. رنا ديك الصديق ديال هذا الشخص هذا اللي كيدابز مع الاخ ديالي، جبد حتى هو نضى ودخل معاهم في العيره كيتحامى على الاخ ديالي. هذا بغى يحامي على الاخ ديالي. الاخ ديالي ايوا يدافع على صاحبه. الاخ ديالي بقى كيشير، خاف، بقى كيشير هيدا بديك الموس وهي تجي في ديك العائل الضربه. ضربوا ماشي بالعاني التبريد. هنا هاد خونا هذا يمشي للطبيب، مشى للطبيب، عيط للمخزن، قال لهم السيد كرازاني، انا كنت ماجي من دار العائله ديالي وهادي، تلقاني هذا الشخص هذا وبغى يدي لي شي ساكو في الصدر ديالي فيها التليفون، وانا قاومته وهو ضربني بالشفره، وانا ما عملت له والو، وانا ما كنعرفوش وضربني بالشفره كبيره. هنا كذب بزاف. الخاوه ديالي ضرب، الله يكون في العون، يعني ضرب ماشي بالعاني، بالحق كيكريزي ما كرازاش الحقيقه. تهم بطل باطلون، يعني باغي يغرقو صافي، يعني بقى فيه الحال على الضربه اللي جاته في وجهه. الله يحسن العون، يعني الانسان عنتفع وشفاء ولا شي حاجه، الله يكون في العون. بالحق كذب الدعوه بهن الله، ربي اللي غيخلصو كما تدين تودن، ان الله يمهل ولا يهمل ان شاء الله. كما ظلم الخاوه ديالي الله يحجب، يعني عاد يجي واحد الوقت عاد خرج فيه هو، ولا تخرج في ولاده، ولا تخرج في العائله ديالو كامله. خاي دخل في واحد الهاله هستيريه، مشالو عقلو، مشالو فرياخ، وما جاش ينطر، جا ينطر خرج وهادي، وبقى كيهضر بوحديتو، مابقاش كينعس،
ومشى بقى كيعمر مع الحراقه بسبب سنسلها، وديك السنسله عجبرة في الارض المرضيه اخي، عجبرة في الارض ما عملت زعما لا حول ولا قوه الا بالله. الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي يعمل شي حاجه كيسخر له الاقدار ديالها وصافي. واخا دابا خوك فينا هو شنو الاخ ديالي دابا في الحبس وجلس في المحكمه الابتدائيه، منا له محامي. المحكمه الابتدائيه طلعته المحكمه الجنائيه، ودابا مصطفى كيتسنى الحكم ديالو باش يتحكم المحكمه الجنائيه. اللي ما يستاهلش يجلس فيها واحد الانسان اللي هو مختل عقليا، وجوزوه تما في الحبس وعطاوه الدواء ديالو، ودابا الحمد لله شويش بقى كيتبت شويش. زرتو انا في الحبس جبرتو شويش، يعني الحمد لله الامور ديالو بقات كتحسن شويش، ومع ذلك ما كيعطيوهش الدواء الكافي باش يقدر يتعالج. كانوا ناس تمايا، كانوا ناس بزاف شاهدين على الجريمة، بزاف بزاف ناس ديال الحومة الدراري شي جار. نعم 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 بزاف، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثة ماشي أربعة خير ديال ما شهدوش الحق. شنو كطلب اليوم من القضاء انت كأخ ديال الضحية؟ كنطلب من القضاء ينصف الأخ ديالي ويحاول يحكمه على الضربة اللي ضرب ماشي بالعاني. يعني انت كطالب بالعقاب؟ نعم ماشي بالعاني، والاخ ديالي مختل عقلي وضرب ماشي بالعاني. الله يكون في العون، وما كيعرف يهضر ما كيعرف يعمل حتى شي حاجه وما قاريشي، الله يكون في العون فهمتي. دابا يعني كنتمنى من القضاء يحاكموا، يحاكموا على الراجل على الضربه وصافي. الضربه ماشي كريسه، جا الضربه وراه ضرب ماشي بالعاني ودفاع عن النفس، ولا حول ولا قوه الا بالله فهمتي. الام ديالك اخي كيفاش بقات شويه؟ الام ديالي عيانه بزاف، دخلت في واحد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله، مخلوعه عليه لانه انسان مختل عقلي ما عندوش العقل، وفي السجن ما كيعرفش كيفاش يشبر الوراق ديالو، لا صيفطنا له شي حاجه ما كيعرفش يشبرها، يقدروا يديوها له تما عند الناس، يصيفطوا له الحوايج يقدروا يديهم له تما عند الحباس يديهم له ولا شي حاجه، الفلوس كذلك يديهم. ساهل النصب عليه، ساهل النصب عليه فهمتي، لانه مريض ومختل عقلي فهمتي. محمد، محمد سنوني. كنتمنى من نخاي يمشي للطبيب ديال الرازي ديال بني مكادة ويتعالج. نعم الامراض العقليه ويتعالج بحال ايها الناس، ويمشي يرجع للخدمه ديالو. الاخ ديالي خدام عنده الكروسه كيبيع فيها البيان، في الساعه الهنديه كيبيع الهنديه، وفي الساعه ديال التركيه كيعمل تركيه كيبيع الذره، وكيخدم على راسو. والعائل مزيان، تسقسيو عليه الناس كاملين يقولوا لك العائل مزيان. اي الظروف اللي جعلته مثلا يعني باش قدر يفقد العقل ديالو، الظروف اللي حول ولا قوه الا بالله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى، نتمنى من القضاء ينصفنا ويشوف ما من حالنا حنايا. الاخ ديالنا ما كيجريزي شي، ولكن يجريزي انا ما نوقفش معاه وما نبانش حداكم من هنايا، وما نطيحش براسي ونوقف مع شي انسان كيجريزي وكيدي الناس ديالهم فهمتي. انا ما نصرش خاي، ما نصروش، لكن كيجريزي ما نصروش ابدا ابدا. نعم حاول نجيب الشهود ان شاء الله يا ربي. اجيو عندي الحي، اجيو عندي الحي، ونمشيو لذاك المكان اللي وقع في هذا الشجار هذا، ونبينوا للناس كاملين الحقيقه ديال هادشي هذا. حيت هو مشى عند واحد الموقع صحفي وقال لهم باللي السيد ضربني هذا الظالم هذا، قال له ضربني وقرازاني وانا كنت بوحديتي، وضربني بشفره كبيره. هو كانت مشى جاب عي شفره صغيره كانت مليوحه عنده تما، يا الله اعلم كان كيقشر بها شي حاجه ولا الله اعلم. قال لهم ضربني في شفره كبيره وكيجريزي، وما كان حتى شي واحد معانا، وما كانوش الشهود، والعكس كانوا الشهود وما ضربوش في شفره كبيره، وكانوا الناس بزاف تما وما كريزاش. ان شاء الله يكون خير. نتمنى من الله سبحانه وتعالى من القضاء يشوف من حالنا، وعاش الملك، الله ينصر سيدنا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.